السلام عليكم. احنا جينا مدينه طنجه انا وليزامي ديالي وجينا لاصيله. اصلا بما ان اصيله مدينه قريبه لطنجه كتعجبنا ومدينه ثقافيه مدينه سياحيه، وبهذا الموسم ديال المهرجان الثقافي زين نشوفوها، وسيرتو كيعجبنا هذا المنظر، هذا البلاصه، هذا البرج ديال قراقية. وحنا الناس ديال الشمال كيعجبنا البحر وكنرتاحوا بالبحر وكنرتاحوا بالجو ديالو وبهاد المدينة الزوينة احنا جينا لها. وشكرا. اسمي فؤاد، جيت من الجالية المغربية اللي كاينة في لندن، وأصيلة واحد مدينة جميلة وكترتاح فيها، وخا كيكون عندك الديبريشن كيكون عندك ديبريسيون كترتاح فيها، والناس ديالها ظريفين ظريفين، ماشي بحال بعض المدن اللي كاينين في المغرب اللي ما كيخليوش السائح يشوف المدينة. وكنطلب منكم تاتوما حين تجيو للمغرب تشوفوا أصيلة. وأنا زعما نجيلة من سنة 65، هذه تقريبا 55 سنة. ايوا مرحبا بكم عندنا في أصيلة، وكل شيء مزيان والله يحفظكم، والحوت مخيرين كاين في المغرب. شكرا. اليوم جينا لمدينة أصيلة مناسبة ديال العطلة ديال الدراسية ديال الأطفال. جيت أنا والأخت ديالي والصديقة ديالها، صراحة الله الجو هائل ورائع، والبحر وناس فيها طيبين وممتازين، يعني رحبوا بينا بأحسن ترحاب. وقرقية يعني الجو ديالها يعني مريح، جينا نبدلوا الجو مع الأصدقاء والإخوان والأخوات. ومناسبة والأصل ديالنا من مدينة بني ملال، يعني كيعجبنا نجيو لهنايا الأصيلة، يعني صراحة الجو مزيون بزاف صراحة ورائع، وتا البحر يعني اليوم غير ديال العومان صراحة. يعني اشتقينا نعومو لأن ما جيناش معولين باش نعومو، ولأني صراحة مرة أخرى إن شاء الله ومرحبا بينا عندكم، وكنتمنى إن شاء الله المجية الأخرى يكون فيها أحسن وأحسن. معكم طالب محمد البلوشي، قاعد اصور في المنطقة الجميلة هذه منطقة القرقرية، يعني جدا جميلة ما شاء الله، مثل ما انتم شايفين هنا ما شاء الله مناظر طبيعية جميلة، ونتمنى ان شاء الله نزورها مرة ثانية. يعني مدينة أصيلة والله انا توني زايرها وقاعد اشوفها، الأزقة اللي فيها ممتازة ما شاء الله، ومدينة تستاهل صراحة وتستحق الزيارة يعني، واتمنى اللي ما شافها يشوفها، أول مرة يزورها. نعم اول مره يزورها. من
من مدينه العرائش كنجي لهنايا كنرتاح فيها، مدينه مزيونه نقيه، واي واحد يستحق يجي يزور هذه المدينه هذه ويكتشف فيها بزاف د الحوايج وبزاف د المناظر الخلابه هنايا مزيانه هنايا. وهاد القريقيه هذه راه معروفه هنا في الشمال هنايا، اي واحد كيجي لهنايا راه يجي، لما جاش القريقيه راه ما جاش الاصيله هنايا. وشكرا. ومره كنجي لمدينه اصيله، انا ساكن في طنجه، كتعجبني اصيله بزاف، كنستمتع بهذا المنظر ديال القريقيه بزاف. ومع كاينه اصيله فيها بزاف ديال المناظر الخلابه وشي حاجه رائعه وكتستحق تجي ليله. واصلا البياع هنايا كيستخدموا شي كيعملوا شي حاجه تقليديين مزيونين، كيعجبنا هادشي هذا كامل نظرا لان كاين هذا البحر مزيان هنايا والمناظر مزيونه. احنا مدينة طنجة، أصيلة زوينة مزيانة، مدينة ثقافية وهادي، وخصوصا القريقية تا هي مزيانة. غير شنو هاد المير هذا خصو يتعلى شوية، هاد الحيط هذا كيكون بنادم عندهم وليدات صغار وهذا خصو يتعلى شوية هنايا، هذا مزيان يتعلى بشوية ويحاولوا يديروا لي جميل هنايا بحال اللي عندنا في طنجة بصور معاكس، يديروا لي جميل هنا باش يشوف بنادم المسافة البعيدة، باش يشوف هاد الاماكن البعيده. وهاد الصوره هذا يزيد هاد المير يتعلى شويه. وصيله زوينه صيفا وشتاء، مدينه ثقافيه وخصها تبقى هكذا، خصها تبقى هكذا قد ما بقات هكذا مزيان، مدينه ثقافيه وزوينه والانسان كيجي لها كيجبر راحته.